يعني شركة سنقول اللي تحول المشروع إلها، حقول القيارة كانت جاهزة، يعني مو شركة تنقيب، ما نقب شيء. والدليل يعني حقل النجمة لحد الآن ما جرى بينه إلا بس فقط تنقيب على 4 حقول، وهي موجود تقريبا أكثر من 28 حقل في النجمة بس فقط. فهي مجرد استخراج، يعني الكاكات موجودة، شالوا القفغات وبدأوا يصدرون، لكن حتى ما وصلوا للرقم المطلوب هو 230 ألف برميل يوميا لحد الآن. يعني التلكو قالوا بأنه بسبب دخول داعش وعصابة داعش، وحاليا عمليات استخراج النفط سببت كثير من الأمراض السرطانية للناس في القيارة، وهناك تقارير يعني طبية أكدت هذا الموضوع، لكن لا يوجد التفات حكومي لهذا الموضوع. قرار مجلس الوزراء وشركة نفط الشمال بأنه خطة لمدة 3 سنوات يجب أن تقدم، وهناك كان عمل بين المحافظة وبين شركة نفط الشمال وشركة سنقول اللي بقيارة، وتم رفع المبلغ من 5 مليون دولار إلى 10 مليون دولار. الخطة الثلاثية لمدة 3 سنوات 24 25 26، 30 مليون دولار، يعني 45 مليار دينار، خصصت للمنافع الاجتماعية، يعني تعرف في المنطقة اللي يكون موجود بها هذا الحقل، وبعدها إذا اكتفت هذه المنطقة وتقليل الأضرار نتيجة استخراج النفط ممكن أن تتحول إلى أقضية ونواحي أخرى. لكن مجلس المحافظة مع الأسف يريد يصوت على سنة واحدة، وأعتقد هذا ظني ينتظرون، يعني إذا 3 سنوات يصوتون معناته موعد الانتخابات المقبلة أو الانتخابات مع العام 2025 ما ممكن المتاجرة بالمشاريع اللي راح تحدد حتى تعتبر دعاية انتخابية. فرفضوا 29 عضو مجلس محافظة اللي صوت، طبعا عندنا بلبل فتان يقول بس اللي صوتوا 4 من 29. يعني هذا المشروع إذا ما تم التصويت عليه، نحن مكان ميزانية قليلة جدا لمحطتنا، هذه 10 ملايين دولار ممكن أن تحدث ثورة في داخل قيارة، وإذا 3 سنين يعني قيارة تتحول إلى مدينة، وكثير من الأضرار يعني مستشفى يحتاجون، تعليم، ما حدائق، كثير من الأمور اللي يحتاجوها القيارة. زين ليش ما تخلوها تروح للقيارة، وحتى لما تجي ميزانية المحافظة ما تخصصون مبلغ للقيارة، تحول إلى قضاء يعني أقضية ونواحي أخرى. لكن مع الأسف أعضاء مجلس محافظتنا الأخوة كل واحد يريد يأخذ مشروع يمه حسب ما يقال، بأنه يريد أن المشاريع تحول أو يصوتون على لسنة فقط واحدة، وهذا أمر أعتقد سيخسر المحافظة ويخسر قيارة مبلغ كبير. لكن المشكلة يجب أن تخرج من نطاق السياسيين الذين يستخدمون هذه المشاريع أو هذه المبالغ في سبيل مكاسب سياسية.